أول يوم من أيام الشهر الكريم، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. كان الجو ربيعي وكل شيء يبدو طبيعي في شارع وحوي يا وحوي، حيث كان الشاويش يا ميش يلمع مدفعه وبيدلعه استعدادا لإطلاق أول فرقعاته مع أذان المغرب. وكان عم أرقسوس بيدوس في عمل أجمل عصير يصلح للتصدير. وفي ذات اللحظة التي كان عم ألوان الكنفاني يدير يده بكوز الكنافة اللي طعمها خرافة، دوى صوت أعلى من صوت مدفع رمضان. كنافة قطايف يا علواني، بسرعة ابعت الكنافة والقطايف للست رحمة وارحمنا من السويد ده. هو ايه يا ست رحمة؟ انا طلعتلك 2 كيلو كنافة و2 كيلو قطايف من صباحية ربنا، ولو عايزة الكنافة بتاع الشهر كله هطلعها لك. بس اهدي انتي بس وهدي اعصابك كده. كنافة ايه وقطايف ايه؟ انا عاوزة كنافة، عاوزة قطايف. معلش يا جماعة معلش، هي كده رحمة دايما في الصيام بيحصل لها كده. أيوة يا رحمة يا بنتي، ما تقلقيش، مش هنجيبلك كنافة وقطايف وفي نفس الوقت هنجيبلك كنافة وقطايف، بس ادخل انتي دلوقتي وحضري العسل والسمنة والبيكنج باودر. بصي انا جايبلك معايا كمان مكسرات عشان الحشو. مكسرات ايه بس يا جد سحور؟ بقولك كنافة وقطايف، كنافة وقطايف. بناتي بناتي مش موجودين، كانوا بيعملوا زينة رمضان وقاعدين قدام مدخل الشقة وفجأة ملقتهمش. ايه ده؟ كنافة وقطايف. ايه يا رمضان، انت عاوز تخطف مني صفحة المرأة؟ انت عارف ان كل سنة في نفس اليوم ده بكتب نفس وصفة عمايل الكنافة والقطايف هي. لا يا استاذ رمضان، لا لا لا، مالكش حق. هو دايما كده، الكنافة في ايد اليتيم عجبة. يا جماعة كنافة ايه وعجبت ايه ويتيم ايه؟ سعادة البيت بيتريق عليا. رئيس التحرير يا عم عادي، ما هو ياما بيتريق عليا. لا يا سيدي، ده 1,200,000 مش عاجبه التحقيق اللي انا كتبته عن مصانع لعب الاطفال بتاعته، وبيقول لي مالك انت بشركاتي، انت كبيرك تكتب عن الكنافة والقطايف، انا يقول لي كنافة وقطايف. ومالها يا اخويا الكنافة والقطايف؟ احنا كده دايما عندنا عقدة الخواجة وغاوين جاتوهات. ده اكيد بتغاظ منك عشان انت فرحت حكاية لعب الاطفال بتاعته دي لمصنعة من نفايات المستشفيات. طب شم كده يا أستاذ منفوخ، شم يا أستاذة صافيناس، شم اللعبة ريحتها دوا ازاي عشان تصدقيني. ايه ده فعلا والله يا رمضان، دي حاجة انعاش خالص. الو، ايه كنافة وقطايف؟ هو اللي بيكلمك تاني؟ لا دي تبقى قلة ذوق بقى. استنى هنا، رايح فين؟ ايه يا رحمة، ايه اللي حصل؟ مش عارفة راحوا فين، هتجنن. الو مين؟ مليون؟ عايز ايه دلوقتي؟ سيبني في المصيبة اللي انا فيها. الظاهر رئيس التحرير لما كلمت بالاستراتيجية الجديدة وقلت له اني ابي اسحب الاعلانات حقتي من الجريدة ولا ابي اخصم له خصم كبير. طول عمرك كبير يا بوس، والكبير لازم يتعامل له حساب كبير. المصيبة اللي انت فيها هذه بس تراها قرصة اذن خفيفة، يعني زي التحذير الشفهي حق حكام الكورة. بس لو ما بطلتش اللي انت بتعمله بيكون فيه كروت صفراء وحمراء وخضراء وبنبع وبلا ازرق. استراتيجية جديدة. هي وصلت لكده؟ لا ده إجرام. في إيه بس يا رمضان؟ إجرام إيه بس في الأيام المفترجة دي؟
تخيل، 1,200,000 بيه هو اللي خطف كنافة وقطايف، وبيقول لي دي قرصة ودن، كل ده عشان أنا صحفي شريف وبدور على الحقيقة. أيوه افتكرت، جات عربية سودة طولها يجي 7 متر كده، أخرت البنتين من قدام باب العمارة. وما خدتش نمرة العربية؟ استنى كده يا ايوه افتكرت، نمرة العربية كان مكتوب عليها خطف، يعني خطف مع سبق الإصرار والترصد. انا لازم اصعد الموقف لاعلى درجة. انا عايزة كنافة، انا عايزة قطايف. مليون بيه يا مليون بيه. وش السالفة يا شرويت؟ بورصة برلين انهارت؟ لا، أبار البترول حقتنا اللي في صحراء بكابيكو انشفت؟ لا أجل وش فيه يا مال الوجع؟ بص من الشباك وانت تعرف. مش هستسلم، أنا مش خايف، هاتوا كنافة هاتوا قطايف. مش هستسلم، أنا مش خايف، هاتوا كنافة هاتوا قطايف. مش عايزين حركات وسخافة، هاتوا قطايف هاتوا كنافة. مش عايزين حركات وسخافة، هاتوا قطايف هاتوا كنافة. هو في أحد احتكر القطايف من البلد ولا وش السالفة؟ يا فندم دول أكيد الولاد بتوع حركة كنافة. وبعدين وش نسوي؟ أنا رأيي إننا لازم نديهم كنافة وقطايف. عندك حق شرويت، ادي أوامري لمحلات الحلواتي حقتي حالاً بالاً تبعت لنا كميات كبيرة من الكنافة والقطايف، ونرتب لها أسطر آتيجية جديدة. كنافة وقطايف؟ لا يا قطة، أنا عاوز بلاي ستيشن 4. كنافة وقطايف؟ بص بقى جاب أقول لك إيه، أنا عاوز بومب وحرب أطالية للمدفع بتاعي. أقول لك أنا ليه يا جماعة ما تاخدوش منهم حاجة، لازم نعتصم لآخر لحظة في عمرنا، دول بيحاولوا يرشونا عشان نتنازل عن مطالبنا. مش عاوزين منكم حاجة، إحنا عاوزين كنافة، عاوزين قطايف. يا مدام أمال ده إيه، بلح الشام؟ دي كنافة وقطايف بالسمنة البلدي، تاكلي صوابعك وراها، دوقي كده. يوه نسيتين النصايمة، دقيها بعد الفطار مع كوباية شاي قدام المسلسل وبإدعيلي. أيوة قمر الدين، إيه؟ كنافة وقطايف في البيت؟ ورحتوا هناك إمتى وإزاي؟ كنا قاعدين قدام باب الشقة بنعمل زينة رمضان، لما جه قمر الدين رح قايل لنا في تلفون علشانكو. إزايك يا مريار، عاملة إيه؟ هعدي عليكم مع الشوفير بتاع بابي، في زينة وبراين جامدة موت في المحلات عنده، نروح نجيب منها. ورحنا معها المحل وجبنا كل اللعب دي، كان يوم يجنن. يا سلام، وازاي تخرجوا من البيت من غير ما تستأذنوا مني؟ كنت بتطبخي في المطبخ وجينا قلنا لك رايحين نجيب زينة رمضان وحضرتك قلت لنا روح. افتكرت فعلا، بس انا بقى كنت فاكراكوا رايحين تجيبوها من اوضه اخوكوا صيام. شفتوا الحاجات الجميله اللي جبناها من محلات انكل مليون بابا مليار؟ محلات انكل مين؟ ارمي الحاجات دي واوعي تلمسيها. يا رمضان لازم تروح تعتذر لمليون باشا على الدوشه اللي عملتها له بدون داعي. عندك حق يا جدو، انا هروح اعتذر له على موضوع كنافه وقطايف، بس ده بقى ملوش دعوه بموقفي من اللعب اللي بيعيد تصنيعها من مخلفات المستشفيات. شفت يا رحمه اللعب اللي جبتها من يومين كانت ريحتها دوا ازاي؟ استنى خدني معاك. وانا كمان. ايه ده اللي مدلوف في الكنبه ده؟ ده الظاهر دواء. يا ده اكيد دواء الكحه اللي انا كنت شاريه لقمر الدين ونسيته في العربيه. فعلا ازازه الدواء مكسوره. رمضان، مش دي نفس الريحه اللي كانت في اللعب اللي انت كنت جايبها واستنتجت من ريحتها انها مصنعه من مخلفات المستشفيات؟ ايه ده؟ قصدك يعني ان اللعب كان ريحتها كده عشان الدواء اتدلق عليها؟ ايوه يا ابو العريف، بكره بقى لازم تكتب اعتذار كبير في الجورنال بتاعك. ورمضان كريم. بابا جه
ايه ده؟ ايه اللي جابك يا ابني؟ ايه اللي جابني؟ ده انت نهارك مش فايت وكمان بتقول لي يا ابني. لا يا بابا مش حضرتك، انا بشيت مع مصطفى صاحبي، راح كريم داخل اونلاين فجأة. ما تقول كده من الصبح يا اخي، خد شيل الكيس ده من ايدي ولا اعمل اي منظر. بابا جبت لي ايه ها؟ بابا جبت لي ايه ها؟ يا ابني دي رجلي وانا عايزها. بابا جبت لي ايه ها؟ سيب الريموت، ماليش دعوة، سيب انت، سيب الريموت، سيبي بقى، اوعي. ولا الفتيات ولا سبايدر مان، في برنامج بيوت النجوم على ام تي في اريبيا هيجيب بيت 50 سنت. ايه 50 سنت ده؟ 50 قرش يعني؟ يا بابا مالكش دعوه انت بالحاجات دي، خليك في البي جيز والبوني ام والحاجات بتاعت العالم لم يغني اللي انت تربيت عليها دي. بابا 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 قول لي جبت لي ايه؟ والله لو ما جبت الريموت يا فيوم لكون مكفره لك الايباد. بس انت وهو وهي، انا قررت قرار. انت جيت وكمان اخدت قرار، كل ده حصل امتى؟ دلوقتي، ومن دلوقتي هنحط قانون تداول الريموت عشان ما ينفعش حد يستأثر بالريموت لوحده. في ايه رمضان؟ انت محسس انك بتتكلم على رئاسة الجمهورية. بنتك يا ستي عايزة الريموت يفضل معاها 20 سنة، انا قررت ان كل يوم واحد منكم هيبقى مسؤول عن الريموت. انا الاول. لا انا. طبعا انا، لان الريموت معايا دلوقتي. ايوة، انت من بكرة لانك الاكبر، وبعديك كنافة، وتالت يوم قطايف. يلا بابا قول جبت ايه. عايزكوا تعملوا لي جدول لمدة شهر من اول بكرة الموافق 23، جدول بايام كل واحد فيكو، عشان لو حد خرق حظر الريموت اتخذ معاه اجراء. كل واحد فينا يوم، يعني 6 ايام، والاسبوع 7 ايام. 7 يوم ده ليا انا وماما، ولو اني كنت عايز يوم الاربع عشان اتفرج على اخترنا لك. اخترنا لك ايه بس؟ ده انت قديم قوي. الو، ايوه يا استاذ منفوخ، عامل ايه؟ تعالى يا قمر الدين نشوف بابا جاب لك ايه. انا عايز لعبه باور رينجرز. بكره 23، يعني كمان اسبوع عيد ميلاد بابا. الحمد لله اني محوشه فلوس الهديه، بس يا ترى اجيب له ايه؟ يا منفوخ يا صاحبي، هو احنا ليه دايما عندنا عقدة الخواجة بدل الطراز الاوروبي؟ ما تدور لك على حاجة من موروثك. انت عارف يا رمضان ان ابويا الله يرحمه ما سابليش لا ابيض ولا اسود. مش قصدي حاجة من البيئة. يا عم ده انا ما صدقت تاخد شقة تكون في حتة مش بيئة، تقول لي افرشها فرش بيئة. ياه ده انت ضايع يا اخي، بالك انت. اقول لك مثلا، انا لو اتجوزت تاني. وطي صوتك يا بابا لماما تسمع، انا عامل عليك انت. قصدي لو انا اخدت شقه جديده ها، وحبيت افرشها، اكيد هبتكر لها فرش على الطراز الفرعوني. العالم كله بيعشق الطراز الفرعوني، واحنا احفاد الفراعنه عندنا عقده الخواجه، دي حاجه غريبه. يعني مثلا نعمل كراسي على شكل مسلات، بس دي تبقى متعبه قوي. مسلات ايه بس يا منفوخ؟ هو في حد ينفع يقعد على مسله؟ خد عندك التماثيل مثلا، عين حورس، راس نفرتيتي، كرسي الملك توت عنخ آمون. يا سلام على إبداعك وحضرتك يا مصر، يا سلام. بس خلاص عرفت هجيب إيه البابا. تمثال فرعوني جامد، آخر 25 حاجة. أيوة كده. ايه اللي معاك ده يا كنافة؟ ما تقلقش يا عم عرقدوس، مش كرتونة عفير. بوتي بوتي بوتي، ازيك يا كناف نف؟ ايه اللي معاك ده يا بيت؟ مفيش يا عم يميش، قصدي يا عم يمشمش. ياه، كل ده ولسه ما وصلتش بالهدية البيت. امال لو طلعت بيها لفوق هيحصل ايه؟ انا لازم اخبيها لغاية يوم عيد ميلاد بابا عشان المفاجأة ما تتحرقش. حرما يا جدو. جمعا ان شاء الله. دعت لنا يا جدو. دعيت لك دعوة حلوة، بس هدعي لك اكتر لما تيجي تساعدني نزرع المدخل زي ما اتفقنا. انت جيت لي في الحياة ان انا خبير فيها قوي. أصلنا في سنة 78 كنت بخدم على الحدود في السلوم، مسكت لك الصحراء الغربية دي وزرعتها ليمون. الليمونة كانت جد البطيخة، البطيخة كلها كانت بربع جنيه. أنا كنت بنزل سيما مترو بتعرض فيلمين في بروجرام واحد، والعشاء عند أبو نواس بتاع المكرونة لو تعرفه. قلت لي بقى كنت عاوزني في إيه؟ أنت عاوزني أساعدك في طبخ حلة المكرونة. يا ميش. نعم يا جدو. حط لسانك في بقك شوية وتعالى ورايا. اديني الشتلة اللي معاك وخد الجاروف.
يبقى أكيد جاروف العيد. عارف يا جدو العيد اللي فات جبت خروف طول الليل عمال يتنطط هبو هبو هيلهم ويجري يجري وانت في الحيطة طربخ طاخ طربخ طاخ جنني يا جدو. ما تاكلش مخنا كمان واحفر الله لا يسيئك. ايه ده؟ في حاجة مدفونة. شوف كده في ايه؟ يا ليلة سوخة الحاجة جدو ده تم تم تمثال فرعوني. الحقوني الحقوني هسيبني لعنة الفراعنة هسيبني لعنة الفراعنة. ها لعنتي يا ابني طلعه طلعه كده اهو اهو يا جدو تمثال فرعوني اكيد في هنا مقبرة فرعونية. يا ساتر يا رب يا عرسوس يا علواني الحقونا يا عرسوس يا علواني. اه ملكة مش فيه برنجي الحاجو الحاجو اكتشفنا مقبرة فرعونية. لعنة الفرحنا بعدها لعنة الفرحنا بعدها. ايه يا جماعة في ايه اللي بيحصل؟ بيتنا بيتنا مبني على مقبرة فرعونية يا صيام. قشطة جدا اخيرا هنعدي المزلقان وهنبقى مليونيرات. ماما كنافة قطايف قمر الدين. كنافة وقطايف في الدرس. ايه يا ابني مالك في ايه؟ خلاص يا ماما هتجيب الكيتش الماشيني اللي بتحلمي بيه وانت يا قمر الدين هخلي بابا يشتري لك تويز ارقص كله باين اغنية اغنية اغنية. باباك اترقى بقى رئيس تحرير؟ رئيس التحرير ايه؟ ده دلوقتي يقدر يشتري ميدان التحرير بنفسه ونعمل فيه بقى مليونيات لوحدنا. ودي يا سيام ما تنطق بدل ما اكسر لك دماغك باللابتوب بتاعك ده. ايوه يا رحمة. يا رمضان يا رمضان اتحزم ورقص يا رمضان. ايه يا رحمة انت جايبالي شغلانة في قناة التت؟ تت ايه؟ تحلى اللي حياتنا كلها هتبقى تت وترابتنا التت كمان. بقينا اغنية بقينا اغنية. بتقولي ايه؟ هو عمك اللي في البرازيل مات وورثتي؟ لا عم اللي في البرازيل ما ماتش. انت ليك عم في البرازيل؟ انا اعرف ان عمك في البراجيل. برازيل ايه وارجنتين ايه؟ بيتنا 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 مبني على مقبرة فرعونية كلها ذهب وياقوت والماس. احمدك يا رب. مثل ما تعودتوا علينا أعزائي المشاهدين إنه تلاقونا بقلب الحدث، نحن هلأ موجودين بشارع وحوي يا وحوي لحتى ننقلكن أهم اكتشاف للمقبرة الفرعونية. وهلأ معي هون مكتشف المقبرة. أنا اسمي سحور السيد زبادي. كنت أنا والشويشة مش بنزرع المدخل لما لقينا التمثال ده مدفون. مرسي إلك مسيو زبادي. سحور من فضلك. ما هو كله سحور. والمفاجأة إنه حب يكون معنا من هون من قلب الحدث لعلم الأثر الشهير دكتور باهي حساس. أنا بتشرف إن أكون صاحب الفضل في هذا الكشف الأثري الهام. يا ريت تخبرنا وتخبر المشاهدين عن التمثال الأثري العظيم اللي تم اكتشافه بالمقبرة. ده من خبرتي العظيمة في دراسة علم المصريات. أحب أقول لحضرتك إن التمثال ده من عصر الأسرة الرابعة وده طبعا بيمثل إله النماء عند الفراعنة. طيب وهيك شو حتعملوا بيه المقبرة؟ ده روبوت آلي متناهي في الصغر وكمان مزود بكاميرا بيدخل المقبرة وبيصور لنا بقى الكنوز اللي جوه بحيث بقى ايه ما يصيبش اي من الكنوز اللي فيها بالتلف وكمان ما فيش حد يحفر ويصاب بلعنة الفراعنة. طب يا باهي باشا يا باهي باشا اللي اصيب بلعنة الفراعنة اوريدي يعمل ايه؟ ولو ان اوريدي دي غريبة عليك يعني ويمكن دي بداية اعراض اللعنة بس احب اقولك ان عندي برضية من عصر ما قبل الاسرات فيها علاج لحالة لعنة الفراعنة اللي عندك. يا دكتور باهي حساس ايه ده؟ ايه النقوش اللي تحت دي في التمثال؟ ايه ده للأسف ما جبتش نظارتي بس اكيد نقوش فرعونية بحروف هيروغليفية. طب بليز ممكن تورجيني؟ Made in China صنع في الصين. ايه ده هو مكتوب كده؟ وده طبعا بيأكد نظريتي ان التبادل التجاري في عصر الأسرة الرابعة لم يقتصر على بلاد بوند ولكن ايضا في تبادل للسلع وحوار حضاري بين مصر القديم والصين القديم. استنى كده الله ايه ده دي بتتفتح ايه ده دي ولاعة. الله الله اخيرا اخيرا وصلت للكشف اللي كنت بحلم بيه. الفراعنة اول من اخترع الولعات. هم الفراعنة كانوا بيشربوا سجاير. اكيد سجاير كليوباترا. ايه لما دي كنافة؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه بالهدية بتاعتي؟ شو قصدك بهدية؟ الهدية اشتريتها البابا وعشان ما حدش يعرف هديتي وتتحرق المفاجأة دفنتها هنا لغاية يوم عيد ميلاده. وهيك بتكون نهاية حلقتنا. استنونا بكشف أثر جديد. تارتاتا.
ورأس مالي الألم الحر في الحق أنا. ادينا بابا انا اللي اجيب عشان اتحمل المسؤوليه بنفسي. بس كده؟ طب والله عندك حق، خد جيب يا سيدي اللي انت عاوزه. بابا بابا بابا، فضل 3 جنيه، ممكن تخليهم لي معاك وتديهم لي بقى تاني اما نروح البيت عشان احطهم بقى في الحصاله. ماشي يا سيدي. بقول لك ايه يا قمر؟ قول يا بابا عادي، ما يهمكش، انا ديمقراطي. ديمو ايه؟ ما علينا. شايف يا قمر الصندوق ده؟ جميل، عايز نشتريه لك بالتلاتة جنيه بتوعي؟ يا ابني خد نفسك، انت ايه ما بتفوتش؟ ايوه ماله الصندوق، انجز يا بابا انجز. ما علينا، مكتوب على الصندوق تبرعوا لبناء مدارس لاطفال العشوائيات. يعني ايه عشوائيات دي؟ عشوائيات اسمها عشوائيات، يعني الاطفال اللي في مناطق عشوائيه ما فيهاش مدارس. وعايزني بقى احط التلاتة جنيه بتوعي في الصندوق ده صح؟ الله ينور عليك يا سيدي. ايه الصندوق ده؟ اللي هو هيبنوا بمدارس للعشوائيات، اسمها عشوائيات. طب يلا يا بابا يلا، عشان انت اتأخرت على البيت. ايه 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 يا ابني في ايه؟ دول 3 جنيه، امال لو طلبت منك 100 جنيه؟ بابا حبيبي الحكاية مش حكاية 3 جنيه. امال حكاية ايه؟ يعني انت مش كفاية عليك منكد عليا وبتصحيني في عز البرد عشان اروح المدرسة، وكمان عايز تنكد على اطفال العشوائيات وتخليهم يسيبوا لعبهم ويروحوا المدرسة؟ حرام عليك، دول فرحانين. يلا بابا حط فلوسك في جيبك عشان اتأخرنا. يا رحمة يا رحمة، حرام عليكي، سجادة الصلاة فين؟ العشاء وجب. موجودة عندك. عندي؟ عندي فين؟ انا قلبت الدنيا عليها، الفرد لو راح عليا ذنب في رقبتك. ايه يا رمضان؟ ايه الهلولة اللي انت عاملها دي؟ اهي يا حبيبي السجادة قدام عينيك، ناقص تنط وتقول لك انا اهو. ما نطتش ليه؟ شكرا. اتفضل، فرشتها لك كمان. تأمرني بحاجة تانية؟ تحب اسمع لك الفاتحة؟ اللهم اغزيك يا شطان، يلا لو سمحتي سيبيني اصلي. بابا بابا بابا. لا ده انتم متسلطين عليا بقى، عاوز انت كمان؟ ممكن اصلي معاك؟ يا سلام، طبعا يا حبيبي تعال. يا رب يا رب، انت عالم بحالي وحال كل الاولاد. يا رب المدرسه تولع وكل المدرسه التانيه تقفل، علشان لو مدرستنا ولعت بابا ما يلاقيش مدرسه تانيه ينقلني فيها. يا حول الله يا ربي، الحاجه تبقى قدام عينيه وبرضه بيدور عليه. يا رحمه يا رحمه تعالي بسرعه. السبحة عندك يا رمضان جنب التلفزيون، ويا ريت وانت بتسبح تدعي قول يا رب يا رب ينور لك بصيرتك. انا بصيرتي زي الفل ومش عايز السبحة، تعالي عايزك في موضوع كبير قوي. ايوه يا سيدي اتفضل اشجيني. قمر الدين من فضلك روح افتح الباب. لا يا بابا انا مش خادم. خادم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ خادم ايه؟ شكل المناقشة هتطول، أقوم أنا أفتح الباب. وليه أنا اللي أعمل كل حاجة في البيت؟ هو أنا المسؤول الوحيد على سطح هذا الكوكب؟ كوكب؟ شكل هلغي قنوات الكرتون من الدش. إيه يا ابن الكلام ده؟ بص يا حبيبي إحنا عيلة. إحنا إيه؟ عيلة. بالظبط، عيلة يعني مفيش فينا خادم ومخدوم، إحنا عيلة، احفظها كده، عيلة عيلة عيلة. يبقى اللي يقدر يعمل حاجة للتاني يعملها. ماشي ماشي. ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبي؟ ها اخبار دروسك ايه؟ حفظنا درس بقى جامد قوي النهاردة، استنى كده هغنيهولك. تغنيهولي؟ ده المستر بتاعنا اشد من شحتة كريكة على المدفعجية على الذئاب الستة. ايه الاسامي دي؟ دي اسامي ارهابيين؟ بابا بقولك ايه، فكك بقى من الحوارات الفاكسة دي واسمع بقى. فكني وفاكس؟ ما علينا. في نمو مرئي وغير مرئي، ولا يمكن ملاحظته في الشعر، يمكن ملاحظته في السنان، يمكن ملاحظته كمان في الطول. يلا معايا، يلا يا روميو على الواحدة ونص. الله 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 الله، شكل حد من العيلة هيفلح ويبقى زي الأستاذ أوكا وأورتيجا ويبقى تخصص مهرجانات. لما أوكا ده شخص وأورتيجا ده شخص تاني خالص. زي كنت كده. لا 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 لا، ده موضوع ما بقاش يتسكت عليه أبدا. بابا بابا بابا. نعم. مش إحنا عيلة؟ أيوة طبعا. طب انزل اشتري اللعبة اللي قلت لك عليها بقى.
لا بقى، دي ما بقتش طريقة. أنا هكلم بتوع حقوق الإنسان، ده سابع موضوع يترفض لي في أسبوع. أنا كتبت عن التعليم، وطبعاً بقى أكيد اتكلمت عن الدروس الخصوصية. طبعاً، والسناتر اللي بتبلع فلوس أولياء الأمور. وعاوز بقى يا فالح رئيس التحرير يوافق لك على الموضوع. طبعاً يوافق لي، وليه لأ؟ والله ده أنت ساذج قوي يا جدع. ساذج؟ لا يعني مش أرضاه ساذج، يعني أرضاك هلا هطة شوية. هلا هطة؟ هلا هو أنا لا أسمع. يا رمضان يا أخويا، هو ده معقولة؟ يعني معقولة تطلب من الكابتن عصام الحضري إن هو يسيبك تدخل فيها هاتريك كده على طول؟ يا ابني هاتريك إيه وحضري إيه؟ الكرة خلاص أكلت مخك، أنا بكلمك على التعليم، التعليم. يا رمضان افهم بقى، رئيس التحرير بتاعنا مشارك على 3 سنوات، واحد يا أخويا كده اسم الله على مقامك مع ديناصور الفيزياء، والتاني مع جريندايزر الدراسات، والتالت مع جنكيز خان اللغة العربية. ماشي، أنا بقى هحول الموضوع لحلقة من البرنامج بتاعي، هنشوف بقى هيعمل إيه حضرته مع هاري بوتر التوك شو اللي هو أنا. قشطة جدا، أبويا هيبقى مشهور زي عمرو أديب. في إيه يا سيام؟ باباك مال؟ بيقول لنا نفتح التلفزيون علشان هيجي في البرنامج. آه طبعا، عشان يبقى مشهور والمعجبات يبقوا عليه كده. مسير يا رمضان يا كريم، اعرف الباسورد بتاع الفيس بتاعك. بقولك ايه، تدفعي كام واعملك هاك عليه؟ بس 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 استنى عشان البرنامج هيبدا اهو. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا المميز العاشره ليلا، وضيفنا اليوم هو الصحفي اللامع مسيو رمضان كريم. مسيو رمضان، قبل ما نطلع هوا كنت عم تخبرني عن مشكلة مهمة كتير، وكانت هالمشكلة بتخص كل عائلة مثل ما فهمت منك. ممكن تخبرنا أكتر عن هالموضوع؟ فعلا، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. من شو بيشكي التعليم؟ المدارس بتاخد فلوس قد كده من أولياء الأمور، وفي الآخر بيكرهوا الأولاد في المدرسة. كيف يعني؟ بسبب المناهج اللي كلها حشو، وبسبب اسلوب الحفظ والتلقين وعدم وجود أنشطة. مثل شو؟ أنشطة زي الرياضة، المسرح المدرسي، الموسيقى المدرسية. طيب وهلأ يعني شو الحل برأيك؟ الأولاد هربوا على اختراع اسمه السناتر، وأولياء الأمور بيدفعوا هنا وبيدفعوا هنا. طيب أوكي، بس هولي الأولاد عم ياخدوا علامات فوق 100%، وبظن إنهم مبسوطين كتير بهالسناتر هايدي، صح ولا لا؟ مبسوطين إيه بس؟ دول بيحفظوا الأولاد كأنهم قطيع. الولاد بيغنوا علم النفس والمنطق بطريقة أوكا أورتيجا، ولا هم فالحين في أي حاجة. لحظة من فضلك. أوكي خلص أوكي مسيو مليون. أعزائي المشاهدين، خليكن معنا وما تروحوا بعيد، لأنه نحن رح نرجع لكم مع ضيفنا المميز رمضان كريم. فاصل ومنرجع. هيدا البرنامج برعاية شركات 7D وسمارت 7 مشروب القوة. ما إلك إلا سمارت 7. أيوة، مستضيفين رمضان. أنت عارفة أنه طبعا خبير استراتيجي قد الدنيا، هتلاقيه شبه جورج كلوني في فيلم تايتانيك. والله أنا شيرت الخبر على الفيس وكل أصحابي هيتفرجوا على بابا. بس 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 الفصل خلص، رجعنا لكم من جديد مع موضوع جديد، ومعنا هون مباشرة من الاستوديو مسيو وليد شمهورش اللي هيخبرنا عن عائلة طلع لها عفاريت زرق، بس هو بكل شطارة قدر انه يصرفهم. ده بسم الله الرحمن الرحيم ما صرفش العفاريت، ده شكل ابوك اللي انصرف. لا 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 لا، ده كده بقى ما ياكلش معانا، ده كده عوق قوي، صحابي كده هيشردوا لي وهيسيحوا لي في المنطقه. رمضان يا رمضان تعالى. ازيك يا جدو؟ ايه يا ابني اللي حصل؟ كنت ماشي زي الفل، ما كملتش البرنامج ليه؟ قلقتنا عليك. مفيش فايدة يا جدو، مفيش فايدة. ليه يا سعد باشا؟
تخيل مليون باشا ألف الميتيني يتصل على الهوا ويلغي الحلقة ويجيب بدلها موضوع تافه عن العفاريت والخزعبلات. وإيه اللي طلع عفاريتهم عليك خلوك تشطب بدري؟ مليون باشا يا سيدي طلع صاحب مدارس المستقبل المشرق وعنده استثمارات في السناتر والكتب الخارجية بالملايين، وأي كلام عن نظام التعليم بيهدد البيزنس بتاعه. هي الحكاية كده؟ طيب بقولك إيه، تشرب ينسون ورأسي مالي الألم الحر في الحق أنا